نشكركم بزاف ونشكر كل من قام بهذا المجهود اللي فعلا كنحس بان من خلاله ان فريق العمل كان منكب عليه منذ مده طويله. شكرا لكم جميعا. أنبر مسلسل جد 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 متميز. كنحيي الطاقم التقني والفني اللي اشتغل عليه بإتقان وباحترافية، وكنحيي كتاب السيناريو على لي غراند فالور هومان اللي انا شخصيا مستافيهم اترافير بزاف ديال لي ميساج كيزون فيكولي اترافير بزاف المشاهد والمواقف، وكنحييهم يعني على التفاني ديالهم في العمل، لان بين عمل خدوا فيه الوقت باش انهم يكتبوه بصدق avec une grande précision. يعني عجبتني لا كريديبيليتي ديال المواقف، عجبني التعبير على الاحاسيس ديال لي بيرسوناج، اللي كل بيرسوناج كان كيهضر بلغته وكان كيهضر يعني على حساب لو فيكو ديالو على حساب لو بروفيل بسيكولوجيك ديالو. عجبني التشويق، عجبني لو ريتم اللي غادي به المسلسل، يعني ما كنحسو بحتى شي مشهد غير زايد. عجبوني المواضيع اللي تطرقوا لهم في هذا المسلسل، يعني عجبني موضوع ديال الضغط اللي كتعاني منه المراه من عند الزوج ديالها، يعني من الانانيه ديال الزوج ديالها، واللي هي بوحديتها كتاكل فيه العصا الا مشات حتى قدمت التنازلات من اجل ارضاء هذا الزوج هذا. عجبني الموضوع ديال لو بيرفير نارسيسيك اللي تشخص بالسميه ديالو، واللي خاص جميع الناس يكونوا عارفين بان موجودين في نوتر سوسيتي هذا النوع ديال الناس اللي يعني كيفراجيليزي وكيديتخويزي مونتالمون الناس اللي مدورين بهم. عجبني اوسي لي فالور ديال لا توليرونس وانك وعدم الحكم على البشر اترافير لي بيرسوناج بحال نوريا وبحال لو بيرسوناج ديال حموده. يعني برافو برافو ا توت ليكيب، برافو للتشخيص اللي كان رائع. و فوالا، وانا مفتخره بان عندنا في الخزينه ديالنا اعمال مغربيه بهذا المستوى. بطبيعة الحال أنا غادي نقول كلمة في حق المسلسل الجميل اللي داز في رمضان هذا، اللي هو ياقوت عنبر، واللي يعني كان متميز جدا بالعطاء ديال الممثلين ديالو الممثلات ديالو، يعني بالقوة ديال الحضور ديالهم، بالإضافة لأنه يعني كان حي من هنايا الأستاذة سمية أقريو والأخ الحلو والأخت نورا السقلي اللي اشتغلوا على هذا المسلسل، اللي أعطونا واحد يعني واحد اللحمة، أعطونا واحد الفكرة جديدة حول يعني المعاناة الحقيقية ديال المرأة المغربية انطلاقا من القهر الأبوي إلى القهر الزوجي إلى القهر يعني لا بغينا نقوله الاجتماعي السلطوي إلى آخره من جميع الجوانب. فيعني يمكن يكونوا نبهوا الناس ونبهوا المجتمع لواحد المجموعة ديال العاهات والعوائق اللي كتعيق يعني المسار ديال المرأة في هذه البلاد. تنحييهم وتنشكرهم، وكنحيي يعني الجهة المنتجة، بالإضافة كنحيي كذلك السي محمد نصرات اللي اشتغل بقوة واشتغل بحب في هذا العمل هذا. إضافة لأنه يعني كان بغي نقول أنه بحال هذا النوع ديال المسلسلات اللي في الحقيقة كيخصها تكون يعني كتقارب يعني المتفرج وكتقرب المتفرج المغربي من الهموم ديالو الحقيقية. يعني كفانا ضحكا، كفانا استهزاء، كفانا سخرية، نشوفوا المشاكل ديالنا اللي كاينه ونحاولوا اننا نتناقشوا فيها، لانه هذا المسلسل هذا انا متيقن 100% انه غادي يفتح شهيه النقاش حول يعني بزاف ديال الاشياء اللي كتعلق بالمراه وكتعلق بالمجتمع الذكوري واللي كتعلق حتى يعني بالعلاقات الاسريه ككل. يعني ما نكونوش مسدودين، بغينا نفتحوا على انه نناقشوا قضايانا الحقيقيه. وكنشكركم تحيه وشكرا اللي عطيتوني هذه الكلمه هذه، والله يوفق الجميع والى ابداع اخر، وتحياتي لكم.
talent ديالكم et à ce moment-là, qui vous embrasse.